لقيتها وجبت بانتصار نقولوا مقابله ممتازه. تجسيم ما حصلش، لكن الحاجه المهمه انه المردود كان موجود. اوكي المردود موجود، ما غير انتصار ينجم يقلل نقولوا احنا من الايجابيه للمباراه هذه، لكن نقول في المجمل قاعدين نخدموا، قاعدين الفريق في 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 فيما تطور. صحيح المباراه الاولى مهمه الانتصار باش نكملوا المشوار ونبداو مشوار البطوله بمعنويات كبيره. ان شاء الله نقول القادم افضل، ان شاء الله التجسيم يجي في المباريات الجايه ان شاء الله. كي دخلنا سامح باش نعطيوه فريشير فيزيك على خاطر دكدوغ براتيكمون يعني فريشير فيزيك تعب شويه، دخلنا سامح باش نعطيوه رابور اوفنسيف خاطر سامح ان كونتر قوي برشا، وحبيناه مش شرير جوش راه على فكره، حبيناه كيما احنا على الكولوار غادي، مع انه لا كوفرتور دو قروي ولا العواضي في البلاصه نتاعو وقت نكونوا احنا عندنا الكوره، وسي نورمال حبينا نزيدوا نقويوا الجهه اليسرى نتاعنا. تنجم راه تنجح في الشوا نتاعك كيما تنجم ما تنجحش، لكن الحمد لله نقول ان لكل لاعب اليوم عطى 100% 200%، لكن كيما قلت انا بالمردود وما تجسمش هوني يعني نقولوا احنا ما تقولش ما تخرجش فرحان برشا من باللقاء، نقعد انا الجماهير نادي الفيقسي ان شاء الله المردود ممتاز ان شاء الله بقدره ربي الانتصارات الجايه، نخدموا ونزيدوا نخدموا وان شاء الله بقدره ربي الجاي افضل.